روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة، اللي نتكلم فيها عن مواضيع بتهمكم، مواضيع صحية، مواضيع أكل، مواضيع أمراض لا سمح الله، وكلها إن شاء الله نعطيكم توصيات مهمة جدا بتهمكم بتهم أسركم. اليوم حنتكلم عن عضو في الجسم، عضو صغير جدا 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 كحجما، ولكن فعلا له فعل كبير جدا. كثير منا بشعر بالتعب أحيانا من لا شيء، بكون مش عامل أي مجهود بشعر بالتعب. كثير منا بصير عنده جفاف في البشرة وما بعرف شو السبب. كثير منا بصير عندهم تساقط في الشعر وما بيكون عارف السبب. في ناس كثير عم بتزيد وزنها مفجأة بدون أي أسباب، بدون تغيير أي شيء، ومش عارفين شو السبب. ناس بنقص وزنها بشكل مفاجئ وما بعرفوا شو السبب. كل هاي الأعراض، كل هاي الأعراض وكثير حنتحدث عنها اليوم بهذه هذا العضو أو هذه الغدة اللي هي الغدة الدرقية. هذه الغدة اللي هي تعتبر مفتاح في جسم الإنسان، وهي اللي بيحكوا عنها يعني السبب الرئيسي لكثير من التغيرات في جسم الإنسان. عشان نتكلم عن هذا الموضوع، أنا لي عظيم الشرف أني أرحب بدكتور صديق عزيز درس في الصين، وهذا طبعا أنت بتعرفوا حبي أنا للصين وللي كل اللي في عايشة في الصين واللي درسوا في الصين. دكتور رائع جدا جدا جدا، دكتور منيف أبو صالح، أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير دكتور جمال، يسعد هالمساء. يطلع يسعد لي اياها. يسعد مساكم جميعا، مشكورين جميعا على هالإضافة واستضافتنا معكم بهالبرنامج الحلو الرائع بمقدمه الرائع. الله يحفظك. الله. طبعا دكتور منيف أعرف لكم بسيطا عن كثير سي في كبير، ولكن نختصره انه اخصائي جراحة انف اذن حنجرة والهيد اند نيك سيرجري او جراحة الرأس والعنق، بيشتغل الان في امريكا مع الامريكان بورد، وبيشتغل في شيكاغو في احد المستشفيات، صحيح دكتور؟ نعم مزبوط، انا بشتغل في راش ميديكال يونيفرسيتي هوسبيتال ان شيكاغو الينوي، طبعا اللي هي برانش اوك بارك، والحمد لله رب العالمين. اخباركم؟ الناس صارت هلا امريكا بتحسدها 50% تقريبا فاكسينيتد، مبارك عليكم اول شيء. طبعا الناس طبعا بجهود الحكومه، يعني خلينا نشكر الحكومه والطاقم الحكومي اللي تابع هاي الامور في التطعيم عشان انه الناس ترجع لحياتها الطبيعيه كالمعتاد. وبتعرف امريكا او نورث امريكا يعني اللي هي بلد مفتوحه ما فيها تعدد الجنسيات، تعدد الباك جراوند، فلازم انه الواحد يتطعم على اساس انه يرجع لحياته اليوميه الطبيعيه ونعيش بامان وسلام حفاظا على اهالينا وحبايبنا. ان شاء الله رب العالمين يحفظ لك وللجميع، جميع المشاهدين حبايبهم واهلهم. دكتور اليوم حنبدا في موضوع، ويعني انا عارف انه انت محاضر كنت سابق وإلك طريقة محاضرة، بس الجمهور بدنا نبسط له شوي الموضوع، فيمكن لو بطريقتك هيك تحكي لنا شو هي الغدة الدرقية. اوكي، الغدة الدرقية طبعا الجسم بيحتوي على اكثر من 50 غدة موجودة في المتعارف لدينا اللي هي في الجسم، ومن اهم الغدد اللي موجودة في جسم الانسان تعتبر اللي هي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي حجمها صغير، بتراوح من 30 ل 35 جرام،
موجودة في مقدمة العنق أمام القصبة الهوائية. نعم، في العنق أمام القصبة الهوائية، بتتحرك مع البلع مرات، اللي هي مع البلع بتتحرك فوق وتحت، تفرز هرمونات مهمة جدا جدا لجسم الإنسان. وهي الهرمونات منها اللي هو فيروكتين، اللي هو الهرمون اليود الثلاثي والرباعي اللي بيحتاجه الجسم. وفي لها ميزة خاصة إنه ما بتحتاج هاي الهرمونات لقنوات معينة حتى تمشي فيها تدخل للدم. هاي من الله طبعاً خلق هاي الغدة إنها تفرز مباشرة direct يعني in the blood. طبعاً بتوجيهات من اللي هي الهايبوثالاموس اللي هي والغدة النخامية اللي موجودة بالدماغ، بتركيبة معينة أو بمعادلات كيميائية معينة، بإشارات معينة إنه الجسم بحاجة لهذا الهرمون. الغدة النخامية والغدة اللي هي الهايبوثالاموس بتعطي إشارات رد فعل للغدة الدرقية بإفراز هاي الهرمونات وتصريفها داخل الجسم. طبعا يعني هي غدة هرمونية، يعني هرمون بيطلع. نعم هو هرمون. طب دكتور، هرمون مهم جدا 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 لجسم الإنسان. ايوه هذا هو. ايش السبب اللي يعني اي خلل فيها سواء زيادة او نقص بخرب كل اشي في الجسم؟ يعني بتلاقي الجسم طالع ونازل وما حدا عارف وين، كل اشي يعني عادة. اوكي مثلا انسولين، اوكي بيزيد لك السكر وبنزله وانتهى الموضوع. هذا كل اشي في الجسم حتى بيأثر على الانسولين. نعم اوكي. هلا خلينا نحكي شوية نحن عن الغدة الدرقية. لايش الغدة الدرقية ربنا خلالنا اياها في هالجسم؟ شو سبب وجودها في الجسم؟ شو طريقة عملها؟ ايش بتعمل للانسان اذا صار في نقص او زيادة او خلل معين بهاي الهرمونات؟ طبعا الغدة الدرقية لها علاقة بشغلات كثيرة 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 موجودة بالجسم من قبل الولادة، حتى في ايام اللي هي يكون الطفل جنين. نعم، في الرحم الام. فعندنا كمان فحص اذا انت بتتذكر او غيرك، اللي هو بنسميه احنا فحص اللي هو الهيلستيك، اللي هو فحص الكعب للطفل، له علاقة هذا بهرمونات الغدة الدرقية. هذا اللي هو السبب، يعني انه بنعرف انه هذا المشكلة عنده في الغدة الدرقية ولا لا، بنعمله اللي هو من اول اسبوع للطفل خلال فحص الكعب. طيب اللي هو الهرمونات الغدة الدرقية طبعا المعروف لنا اللي هو الثيروكسين، خلينا نحكي بالعربي اللي هو الهرمون الثلاثي والهرمون الرباعي تبع الغدة الدرقية. هدول بيعملوا على موازنة حرارة الجسم، يعني إذا الجسم بيبرد ممكن إنه يزيد أو ينقص أو يعطي إشعارات معينة إنه الجسم حصل عنده اللي هو دفئ بدنا نبرده، حصل عنده اللي هو برودي بدنا ندفي، تقلصات الأوعية الدموية إلها علاقة بهذا الموضوع، إلها علاقة بهرمونات الغدة، نسبة الذكاء إلها علاقة بهرمونات الغدة، زيادة الوزن أو نقصه ممكن يكون له علاقة بهرمون الغدة، شكل الإنسان يعني كشكل اللي هي facial structures ممكن يكون له علاقة بهرمون الغدة. يعني مرات نحن نتطلع على طفل نحكي والله هذا عنده ممكن نقص في الهرمون، خلينا نعمل له فحص للهرمون، أو الغدة مش نشيطة، أو الغدة عنده ضعيفة، أو عنده مثلا فرط في الغدة، مثلا يكون الطفل عنده حركة زيادة نشيط زيادة، ممكن نعمل له فحوصات الهرمونات هاي اللي نحدد هل إنه عنده نقص أو زيادة في هاي الهرمونات. ومنها أشياء كثيرة، منها اللي هي طبعا ملمس الجلد، منها الشعر، منها النظر، منها ممكن إنه يكون نوع من أنواع الطنين للأذن كمان، أو نوع من ضيق النفس مع اللي هو تضخم الغدة. طبعا أحد الأمراض اللي بنسميها احنا الكويتر اللي هي تضخم الغدة الدرقية، ممكن إنها تعمل ضغط على القصبة الهوائية بحكم موقع الغدة الدرقية موجود على القصبة الهوائية، فبصير مرات عند بعض المرضى ضيق بالنفس أو قلة بالأكسجين أو مشاكل بالجهاز التنفسي بهذا السبب.
طبعا احنا بنذكر جميع المشاهدين انه حلقاتنا لايف، اللي عنده اي اسئله اللي بحب يسالها للدكتور راح نخلي كل الاسئله في نهايه الحلقه، فممكن تكتبوها في الكومنت عشان نقدر نجاوب عليها. دكتور ممتاز، اذا انت حكيت هلا ملخصا انه الغدد الدرقيه او الغده الدرقيه ممكن يصير فيها زياده او فرط في العمل او نقصان او خمول في العمل لو بنسميه بالهاي. فلو خلينا نفصل هذول النوعين ونشوف في الحالة الأولى وبالحالة الثانية شو بصير. أوكي. يعني مثلا خلينا نحن نحكي عن الغدة الدرقية بحال اللي هو الزيادة في الغدة الدرقية أو النقصان، يعني بيصير عندنا احنا بالأعراض شو بصير عنده مثلا إذا نقصت الإفرازات في الغدة، وممكن إنه يشعر المريض التعب والإعياء والخمول، تبلد العقل يعني اللي هو بنسميه احنا التفكير البطيء، او ما بتحمل البرودي، بصير انه بده يدفي حاله، دائما يلبس ملابس كثيره، بشعور بالكآبة، ممكن يأثر على العواطف عنده، تقلبات بالمزاج، ممكن يعمل عنده امساك وألام عضلات وجفاف بالجلد وتقشر بالجلد برضو من هذا الاشي. بحس مرات بنخزة أو وخزة بالأصابع والقدمين واليدين، بصير عنده ألم بالمفاصل، ببطل عنده يكون يعمل مجهود كبير من الرياضة أو الأعمال الخفيفة. عند النساء ممكن أنه يصير عدم انتظام بالدورة الشهرية، اللي هو كمان ممكن أنه يزيد الوزن إذا نقص الإفراز اللي هو الهرمون، فبتصير اللي هي حالة البدانية أو الأوبيزيتي. وممكن أنه يصير تقصف بالشعر أو تورم في العنق لهذا المريض إذا كان عنده اللي هو نقص إفراز الهرمون الغدي. واو، كل هاي الأشياء بسبب النقص. هذا بسبب النقص. طبعاً في أمور تانية إذا بتكون المرأة حامل وبصير عندها اللي هي مشاكل بالنقص أو زيادة، ممكن تأثر على الجنين، أو ممكن إنه بنسميه إحنا اللي هي الستيل بيرث، بدناش نخوف الناس، اللي هو الجنين الميت، أو التطور في الجهاز العصبي بيساعد كمان للجنين، اللي هي poor neurological development، يعني إنه يكون عنده ضعف في التطور العصبي أو الدماغي للطفل المولود. يعني هاي كلها دكتور على الوزن، لأنه يمكن هو مشكلة كبيرة فعلا في اللي هو إذا نقصت الغدة الدرقية بيزيد الوزن، هذا اللي فهمته منك. نعم صحيح. هلأ إذا اللي هي بنسميها إحنا في الهايبوثيرويديزم، أوكي، إذا صار عندنا خمول بيزيد الوزن. في الهايبوثيرويديزم بيكون الواحد عنده نشاط يعني مفرط وضعيف نحيف، الذكاء ممكن، يعني هذا السبب إنه في بعض الناس بتلاقيه يعني بوكل أدنى 10 مرات، يعني يمكن يقعد على منسف وشفه كله بتلاقيه ضيف، ما بينصح. هذا قد يكون أحد الأسباب، مش شرط، قد يكون ولكن مش شرط. احنا خلينا نرتبها هيك، يعني احنا والله بقتلونا يا دكتور بالضبط. ما هي هاي المشكلة الغدد، يعني مشكلتها دائما بتكون مقرات كثير، يعني اذا بصير مشكله بالغده الدرقيه ممكن ياثر على الغده النخاميه او على اللي هي الهايبوثالاموس، اللي هي الغده اللي موجوده في الدماغ تحت السرج بنسميها. فهاي كل الغدد يعني هاي بتاثر على بعض، اذا صار في خلل معين في غده ممكن انه يصير بنسميها ريفلكس اند ريفلكس، اللي هي الانعكاسي لهاي الغدد، ممكن انها تاثر على بعض. زي ما حكيت انت، ممكن انه في عنا واحد بياكل كتير، نشيط، بتحرك، عنده ذكاء مفرط، يعني ممكن انه هذا الشخص عنده hyperthyroidism. اوكي، طب معلش سؤال بسيط، يعني ايش اللي بيسبب نقص في هذه الغدة؟ ايش اللي بيسبب نقص الافرازات؟ اوكي، هلأ في عنا عدة اسباب. طبعا اهم سبب الأمراض اللي موجودة في طبيعة الإنسان اللي بنسميها إحنا إيديوباثيك. إيديوباثيك اللي هو غير معروف السبب. 70% نسبة اللي 70% من الأمراض السبب غير معروف. ولكن في عنا
بعض الأمراض إحنا بنمشي معاها بتسلسل، ممكن يكون لها علاقة بجينيتكس، ممكن يكون لها علاقة انفكشن، التهابات، أمراض دينية أو التهابات، أو إنه هذا الشخص أخذ دواء معين أثر على هاي الغدة. يعني احتمال، يعني ما أعطيك مثل بسيط جدا. عندنا إحنا صار موديل، طبعا ما يفهموش الجمهور بهذا المعنى، لكن صار موديل في بعض الدول إنه والله هذا عنده أوبازيتي، ناصح شوي مليان بعافيته أو بعافيتها، شو بيروحوا يعملوا؟ بياخذوا دواء للغدة عشان يعملوا اللي هو خربوا الإفرازات شوية، بينزل الوزن. هو ما عنده مشكلة بالغدة، هو عنده مشكلة بالأوبازيتي. فصاروا ياخذوا أدوية، يروحوا يشتروها بدون وصفة، بس طبعا هاي إلا أعراض جانبية كثيرة، منها طبعا كما تعلم يعني إنه الست بعد عمر معين بس تنقطع الدورة بيصير عندها مشاكل في هشاشة العظام، والمسؤول عن هشاشة العظام اللي هو فيتامين بي اللي أصله كالسيتونين. الكالسيتونين اللي هي يفرز من تحت السيطرة من الغدة الدرقية أو جارات الغدة الدرقية اللي بنسميها نحن parathyroid glands، اللي هي بتتحكم بفيتامين بي بالجسم، فهاي ممكن إنها تأثر بالمستقبل على هشاشة العظام عند بعض الستات اللي بيتناولوا الأدوية هاي بدون وصفة طبية أو over the counter. يا طبعا زي ما حكينا أي خلل في هاي الغدة بيأثر كتير، فأي دواء بتأخذه بدون وصفة طبية وبدون رعاية طبية أكيد حيأثر سلبا وليس إيجابا، يمكن يحل موضوع ويخرب لك 10. فانتبهوا من هذا الشيء، وإن شاء الله يعني ما يصير هذا الشيء من جمهورنا. طيب دكتور ممتاز، إحنا الآن عرفنا الخمول تبع الغدة بنسميه، خلينا نحكي عن، بتحب نحكي عن علاجه ولا نحكي عن العكس اللي هو زيادة الإفراز؟ خلينا نخلص واحد واحد. هلا بالخمول احنا طبعا بنعمل اللي هي الفحوصات اللي هي الهرمونيه للغده الدرقيه وجارات الغده الدرقيه، طبعا لازم يكون معاها. بنعمل اللي هو للغده النخاميه والهايبوثالامس، لازم نعمل اللي هي الكومبليت اندوكرينولوجي تيست، لازم نعمل هذا الفحوصات. حتى كمان بالإضافة إلى هيك بنعمل اللي هو الألتراساوند، أو ممكن نضطر إن نأخذ بعض الخزعات لعمل الباثولوجي حتى نحدد بالضبط إيش نوع المرض اللي موجود بالغدة. طبقا وتباعا للفحوصات اللي بتطلع معانا، وين الخلل بأي هرمون، ممكن يكون T3 T4 TRH FSH، أو إنه الستيميليتينج هرمون TSH، بنحدد وين الخلل بأي هرمون، وطبقا للخلل هذا إحنا بنعطيه العلاج ومتابعة العلاج. إذا كان إذا كان اللي هو في النقص في الهرمون، طبعا في بعض أمراض بتعمل اللي هي نقص في الهرمون وبتسوي تضخم كمان بالغدة الدرقية، طبعا هذا له علاقة بالجراحة اللي هو بتوجع لنا إحنا اللي هو أخصائية الأنف وأذن وحنجرة بنعمل لهم الجراحة، أو في أخصائي تاني ممكن إنه يعمل هذا اللي هو بنسميه Head and Neck اللي هو جراح الرأس والعنق للأورام، ممكن إنه يعمل هاي العمليات ويتابع مع المريض. وبفضل أنا أي علاج بده يأخذ المريض قبل ما يأخذ، خاصة بعلاج الهرمونات، إنه يتوجه للطبيب المعالج للاستشارة، وهو بيعطي الوصفة وبيقوم بمتابعة المريض. بيرفكت. إذا بس سريعا، هل هذه الأدوية اللي بخدها مؤقتة ولا لطول العمر؟ لأن احنا بنسمع بأدوية الغدة الدرقية خلاص طول العمر. هلا إذا صار في عملية للغدة الدرقية وشلناها، يعني ما في إفرازات للهرمون، فبده يعوض الهرمون من برا، فبده يضل معاه لطول العمر. طبعا لطول العمر بمعدل معين، انه اللي احنا بنعطيه من 25 ل 200 ميكروغرامز،
بده يستشير الطبيب تبعه امتى يعمل الفحوصات، كل 3 شهور او كل 6 اشهر، حتى انه نعمل تناسق بين كمية الدواء اللي لازم ياخده واللي موجود عنده بجسمه. فممكن انه باخذ 50 مايكروغرام and he need a 100 gram microgram sorry. فلازم يضل متابع مع الدكتور تبعه حتى انه يعمل توافق وتناسق بين الهرمون اللي موجود عنده بالجسم وكم بده من هذا الهرمون الخارجي حتى يعوض. نعم طبعا هذا سؤال بالموضوع، فعشان هيك انا حطيته. ريما بمسي عليك تقول لك مساء الخير، هل هناك آثار للدواء الذي يعوض عمل الغدة بعد استئصالها كليا؟ وشكرا سلفا. مساء الخير ريما. اول شيء كل دواء فيه له اعراض جانبية، ما في دواء حتى اللي هو السيمبل شيء يعني اللي هو الاكامول له اعراض جانبيه كدواء هذا هرموني، في له اعراض جانبيه مش ما له اعراض جانبيه. الاعراض الجانبيه زي ما حكينا نسبه وجود الهرمون في الجسم مع نسبه الدواء اللي بياخده من برا الجسم حتى يعوض الهرمون بيتحكم هون، اللي هي الاعراض الجانبيه بتبلش تطلع اذا كان عنده نقص ب تركيز الدواء بالجسم وهو أخذ الكمية غير كافية، فممكن أنه يشعر بالأعراض الجانبية منها. طبعا عند النساء والستات اللي خربطت الدورة، مشاكل بهشاشة العظام، فيتامين ديز، وممكن يأثر على الأعصاب الطرفية، يصير المريض يحس بالوخزات هاي بالإيدين والرجلين، بيفكر انه معاه زي السكري زي خدران بالايدين، او انه تصلب مرات بالعضلات، اوجاع بالمفاصل، ياثر على نمو الشعر بمناطق معينه بيكون خفيف او زياده حسب تركيز الهرمون اللي موجود بالجسم والكميه اللي بياخذها المريض من برا. نعم طيب ممتاز. احنا تقريبا هيك حكينا عن انخفاض او طبعا في كمان شغلة مهمة ممكن يأثر عليها اللي هي نبضات القلب، وهاي اللي هي مهمة جدا جدا جدا، طبعا بتكون مزعجة للمريض اكثر من الطبيب لانه المريض بيحس فيها دائما بشكل مفاجئ بدون انذار انه صار عنده خفقان زيادة. واضح. طيب هلا الارتفاع اللي هو زيادة نسبة الإفرازات تبعت الهرمون أو إيش بنسميها إحنا هايبر اللي هو هايبرثيرويديزم. يس هذا نعم تفضل دكتور. في سببين مهمين نحن بنتعامل معاهم إذا بيكون في عندنا الهايبرثيرويديزم، اللي هو زيادة الإفراز اللي هي أهم سبب اللي هو grave disease، لو تضخم الغدة هذا بشكل كبير بتصير الغدة تنمو بشكل كبير أو متسارع بمنطقة العنق. وطبعا السبب الثاني اللي هو الكانسرز، الكانسرز اللي هو هذا برضو من أحد الأسباب اللي ممكن يعمل زيادة في إفراز الغدة الدرقية. طبعا الغدة الدرقية يعني أعطيكم معلومة انه في عنا حويصلات او اكياس بنسميها او تكيسات موجوده في الغده الدرقيه بالطرفين، وشكل الغده الدرقيه هو بيكون زي الفراشه هيك، في من 20 الى 30 مليون كيس بهدول ال 30 جرام موجودين بالعنق. من 20 الى 30 مليون كيس هدول يعني رقم خيالي، احنا خلينا نحطه 20 الى 30 مليون حسب العمر، حسب الجيل، حسب الميل اور فيميلز، او انه حسب الجينيتكس من شخص لشخص بيختلفوا. فممكن انه يصير بهاي اللي هي الحالتين هذول اكثر حالتين اللي بيزيد فيها عمليه الافراط في الغده الدرقيه او الزياده في الغده الدرقيه. طب ايش الاعراض اللي ممكن الواحد يشعر فيها في حال الزياده؟ يعني ايش بيشعر انه والله انا لازم اروح راجع الطبيب؟ حكيت لنا شويه عن اعراض القلل او انخفاض نعم. نعم هلا اللي هو بحالات زي هيك شو بصير؟ بصير انه بصير عنده شهيه مفتوحه بس ما بياكل، ما بزيد وزنه. بيصير عنده مثلا يتطول كثير، يصير عنده اللي هو
بيحرق طاقة كثير وبيصنع اللي هو الطاقة وبيحرقها كثير، يعني إنه بده نشيط، تصرف بعصبية، بصير عنده مثلا حالات الإسهال، جحوظ بالعينين اللي هو الإكزوفثالموس، يعني تسارع في نبضات القلب، يعني هاي اللي هي أهم الأعراض اللي في زيادة الغدة الدرقية. أو التضخم طبعا بحالات ثانية اللي هي التضخم اللي هي ناتجة عن التورمات أو الأورام اللي بتكون بالغدة الدرقية. طبعا بالحالات اللي زي هيك لازم إنه يصير التدخل الجراحي أو الإشعاعي في الحالات اللي بيكون فيها تضخم. إذن العلاج دائما بيكون إشعاعي ولا ممكن نعطي هرمونات برضو؟ بحالات زي هيك ممكن إن نتابع المريض، بنعطيه لفترة معينة من 3 شهور لست شهور، إذا ما تحسن وضعه ممكن إن نحوله على الجراحي. هلا طبقا للجراحة في عنا إحنا عدة أنواع من الكانسرز بتصير بالغدة الدرقية في هاي المنطقة. حسب نوع هذا الكانسر من الباثولوجي بيجي الريزلت، النتائج بنحاوله انه نعمل له فولو اب مع مثلا راديو ثيرابي اللي هو راديشن ثيرابي اللي هو العلاج الاشعاعي، او بنحكي له انه والله خلص لا انت خلص هاي شلنا لك هذا طلع حميد كل شيء تمام، بس بدك تستمر على الدواء اللي هو فوريفر، يعني خلينا نحكي طول العمر. طيب دكتور، اذا يعني هم هذول المرضين الاكثر او حالتين، ماش نحكي لانه هم عده امراض ممكن تكون مسببه، بس هم الحالتين يا اما زياده او نقص، صح؟ اكيد. أوكي. بس في عندنا شيء ثالث يعني اللي هو بنسميه احنا اللي هو الايو ثايرويدايتس او الايو ثايرويديزم، يعني هاي الامور يعني بين هذا وبين هذا، مره بصير عالي مره بصير واطي. اوكي. يعني مرة بيكون hypothyroidism مرة بيصير hyperthyroidism. طبعا هاي بحالات مش كثيرة بنشوفها، بس الغالب انه يا اما normal يا اما hypo يا اما hyper، يا اما عالي يا اما واطي. اما انه يكون بمرة عالي مرة واطي هاي بتصير في حالات قليلة جدا، وطبعا هاي بدها متابعة وبدها فحوصات متطورة اكثر، بدنا نشوف شو الاسباب، هل انه له علاقة ب فعلا نفس الغدة، او انه الجسم ما بتحمل افراز الهرمون من الغدة، او انه هل انه له علاقة بالغدد الثانية اللي موجودة بالدماغ اللي هي زي الهايبوثالاموس او الغدد النخامية اللي موجودة اللي ممكن تتعاون مع الغدة الدرقية او ذرات الغدة الدرقية حتى يطلع هذا المرض اللي موجود. طبعا احنا هاي كله مع الغدة اللي هو طبعا في بعض المناطق اللي هي المناطق الجبلية بيكثر، المناطق الساحلية أقل اللي هي أمراض الغدة. له علاقة طبعا نزل كثير بالفترات الأخيرة اللي هو بسبب صاروا يجيبوا الملح محطوط عليه اليود مطعم باليود، أو الناس صارت تأكل السيفود اللي موجود فيه اليود المزود باليود، هذا طبعا بيخفف من أو خفف من هاي أمراض الغدة. فمننصح إحنا في المستقبل إنه كل شخص على الأقل لو مرة بالسنتين إنه يعمل فولو أب للغدة الدرقية، يعملها فحوصات، يكثر من هاي الشغلات اللي هي أكل الطعام اللي موجود فيه اليود، يتابع مع العائلة إذا كان عنده اللي هم الأطفال من البداية بفحوصات الدورية، مش بس فقط اللي هي الكمبليت بلد كاونت زي CBC، لو كل سنتين عمل له فحص الغدة الطفل اللي موجود عنده بالبيت بيكون منيح، بنتابع هاي الأمور. في سؤال جاني دكتور على الواتساب هلا من سيدة بتقول لي بدون ذكر اسمها، هل المشاكل الغدة الدرقية ممكن تؤدي إلى اضطرابات في أو صعوبة في الحمل والإنجاب؟ سؤال مهم جدا. طبعا أكيد. هلأ شو اللي بيعمل عند النساء اللي هو الحمل له علاقة بهرمون اسمه FSH. FSH اللي هو follicular stimulating hormone اللي هو الهرمون المحفز لانطلاق البويضة.
وهذا له علاقه بافرازات من الغده النخاميه. الغده النخاميه لها علاقه بالتي ار اتش اللي هو الثايرويد ريليزنج هرمون، ممكن انه يتعارضوا مع بعض بنسب معينه، ممكن انه كمان ياثر على هاي الامور الحمل، انه ياخر الحمل والانجاب. واضح واضح. طيب دكتور، ايش بتوصي الناس عشان تهتم بصحه؟ يعني انت حكيت لنا شويه عن اليود والسمك والشغلات هاي، هل في اشياء ثانيه ممكن انه كلها نهتم فيها عشان نهتم بصحه الغده الدرقيه، او بديش احكي نقوي افرازها تكون صحيه وسليمه؟ هذا اهم شيء. اوكي، هلا بالنسبه للغده طبعا هي موجوده، كيف الاعتناء بالغدد بجسم الانسان بشكل طبيعي، طبعا ان كان البنكرياس، ان كان الغده الدرقيه، ان كان حتى الغدد الصمغيه اللي موجوده بالاذن، او الغدد اللي موجوده بالجهاز التنفسي، او الغدد اللي موجوده فوق الكلى، او اول شيء اللي هو الاهتمام بالصحه والغذاء الصحي الطبيعي. كل غده في لها نوع معين من المواد الاوليه اللي بيحفزها وبينشطها وبيعطيها السلامه لطول العمر. مثلا الغده الدرقيه له علاقه باليود. خلينا نحكي هيك، الغده الدرقيه لها علاقه باليود. الغدد الثانية مثلا اللي هي الموجودة بالجهاز التنفسي، انه الواحد ما يدخن مثلا. بالضبط. الغدد اللي موجودة بالاذن اللي الغدد الصمغية، انه الواحد ما ينكش دينية. طبعا راح نعمل حلقات عن الموضوع هذا بالمستقبل، والسلام والصحة ان شاء الله. اهم شيء انه الرياضة، الحفاظ على وزن معين، غذاء صحي، تناول الغذاء الصحي بالنسبة للغدة اللي هو السي فود، الطعام البحري، الأكل البحري اللي موجود يحتوي على اليود، زائد الأيام هاي صاروا يبيعوا بالسوق وبالسوبر ماركت اللي هو الملح اللي بيحتوي على اليود. برضو هذا لو مش راح يكون يعني big difference in prices، إنه الواحد لو اشتراه مش راح يكلف كتير، بيكون بيساعد. ومع الفحوصات الدورية إنه يتابع الفحوصات الهرمونات للغدة الدرقية من كل فترة لفترة. بيرفكت. إذا يعني نظام صحي شامل زيه زي باقي الجسم، لازم تهتم بجسمك كامل، لأنه الجسم هو عبارة عن يعني أجهزة مع بعض، مش جهاز لحاله هون تزبط وهون تزبطش. خاصة في موضوع الغدد، إذا صار في مشكلة بغدة معينة أكيد راح يصير في خربطات تانية بالغدد التانية. نعم، خاصة الغدة الدرقية. يعني أنت نحكي عن مشاكل لما كنت تعد لك 10 على الأقل في كل حالة. يعني هدول هيك، يعني هو طبعا أكثر بكثير، بس هدول هيك يعني بشكل سريع. يعني شيء رائع. طيب دكتور منيف، إحنا يعني كثير استمتعنا في هذا اللقاء. في النهاية أنا بدي أعطيك دقائق، إذا بتحب توجه أي رسالة لجمهورنا بكون مشكورين لك. أول شيء بشكرك أنا دكتور جمال على هاي الاستضافة، بشكر الجمهور على الأسئلة الرائعة. بحب أحكي لهم صحتكم، سلامتكم، كمامتكم، وحاليا بلشت اللي هي عندنا بأمريكا وعندكم كندا اللي هي الفاكسينز. بتمنى وبأمل إنه كل واحد يأخذ المطعوم اللي طبعاً الجيل اللي بيستحقه إنه يأخذ المطعوم، حتى نرجع لحياتنا الطبيعية ونعيش حياة وصيف وربيع مشرق ومنور للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. مرة تانية باسمي واسم كنار تي في واسم جميع المشاهدين، بشكر دكتور منيف أبو صالح اللي كان معنا من شيكاغو اليوم، يتكلم عن أمراض ومشاكل الغدة الدرقية وكيفية علاجها والوقاية منها. شكر جزيل له من القلب على ما يقوم به وعلى إعطائنا هذه الفرصة ليكون معنا اليوم. مرة ثانية نشكركم جميعا ونقول لكم سلام عليكم ونستودعكم الله، إن شاء الله تضلكم بصحة وعافية.